مشاهدك أنما الحرب، بل هي الحرب ذاتها، حرب ميليشياوية تروع الآمنين في محافظة البصرة بين ميليشيات الإطار التنسيقي المتحصنة داخل القصور الرئاسية وميليشيا السرايا التي تتخذ من أزقة وأحياء المدينة ميدانا لها. قصف متبادل بالصواريخ الإيرانية يذهب ضحيته الأبرياء بعد أن يحيل منازلهم إلى أطلال، وكأنها ميدان للرمي أو التدريب في صراع مستعر يعكر صفو المدينة التي يحلو لأبنائها أن يصفها بالفيحاء. مدينة لم تذق طعم الأمن منذ 4 ليال متواصلة، وهي تعيش انهياراً أمنياً ملحوظاً دون أن تحرك الحكومة ساكناً لإنقاذها من دوامة الحرب المستعرة التي لم يسلم منها حتى تمثال الشاعر بدر شاكر السياب. ناشطون من البصرة طالبوا بإخراج الميليشيات من المدينة ودرء الخطر عن سكانها والحيلولة دون سقوط المدنيين ضحية لهذه الصراعات. ضروري أنه إفراغ القصور الرئاسية وكل الأماكن اللي هي موجودة بالبصرة، هي ثكنات عسكرية غير تابعة للدولة، لأنه تطلع خارج البصرة خارج المركز. وكما العادة فلا تجد هذه الدعوات طريقا للسمع لدى الحكومة وقواتها الأمنية التي تختفي من شوارع البصرة لفسح المجال أمام المتصارعين لممارسة لعبتهم وتهديد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، في وقت تكتفي هذه القوات بإبراز عضلاتها على ثوار المدينة العزل. ووفقاً لآخر التقارير الواردة، فقد شهدت البصرة تبادلاً لإطلاق النار بين ميليشيا السرايا وميليشيا العصائب قرب القصور الرئاسية بعد ساعات على معركة حامية الوطيس بين عشيرة الحلاف المقربة من التيار الصدري وذات الميليشيات التي تدين بالولاء لإيران في منطقة قرمت علي، بعد محاولتها اختطاف أحد أبناء العشيرة، ليستمر النزاع حتى ساعات الصباح الأولى وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في مدينة الذهب الأسود التي يسيل لعاب أمراء الحرب للسيطرة عليها، تزامنا مع مخاوف حقيقية من ضياع حلم المدينة في تنظيم بطولة خليج 25 الكروية بسبب ما تشهده من انهيار أمني يضاف لانهيار واقعها الخدمي.